It is from this point that the paths of the Shi'ites and the Bakri sect diverge. While Bakri sect claim that the Prophet was poisoned by the Jews, Shi'ites stress that he was poisoned by his two wives, Aisha and Hafsa, as commanded by their fathers, Abu Bakr and Umar. عليه السلام قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة يعني مسرعة. هنا النقطة الجنسية، دقق النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بخل بالشارج، ما جلست في هوده الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة، إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك. أيهما تختار؟ ما في شارع ذهني. شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة،